واش غادي نقول لك اخويا، هاد الازمه هادي جات طاحت علينا من السماء. نطلبوا من الله ما تطولش. هذا الوضع دابا اللي راحنا فيه، يعني راه الله يدير تاويل الخير وصافي. هاد الخدامه مساكن باش غادي يعيشوا، باش غادي اش غادي ياكلوا، اش غادي يهدوا، ما موجدينش دابا. كون كان غير جا هذا على مش حال هذو كنا عارفينه، غادي الواحد يوجد شويه ويدير دو كوتي شويه ديال الفلوس باش يعيش. وهذا بس هادو من غدا ان شاء الله خصهم باش يعيشوا، باش غادي يعيشوا الله عالم. حنا راهنا على قد الحال، حتى حنا راه واخا تسمع مول القهوه راه حتى كاين اللي غادي داكشي اللي كيصوروا تيخسروا. حنا عايشين بس مع الله، انما تيبقاو فينا الخدامه ديالنا مساكن، ما عندهم. هاد القهوه هي اللي عايشين بها، داكشي اللي كيصوروا هنا باش عايشين. وكاين اللي عنده وليداته، حنا عندنا اربعه ديال الخدامه كلهم عندهم وليداتهم، وكاين اللي والديهم عايشين معاهم، كاين اللي هاز اخته، وكاين اللي هذا. يعني واحد المشكله كبيره غادي توقع. ونطلبوا من الله هادشي ما يدومش، هادشي اللي كنطلبوا من الله، الله يدير تاويل الخير. Thank you.